معنا سعادة عبد الله بن حمدان بن دلموت الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في هذه اللحظات تتويج الأخوة الفائزين. نبدأ بالمركز الثالث وبالدرع البرونزي حيث حصل معزز على المركز الثالث أحمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي. تهانينا لك والناموس يا أبو شهاب حيث المشاركة في هذا الماراثون وتحقيق المركز الثالث إنجاز في ميدان السباق. وهنا كذلك أبو حمدان يكرم أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن حيروم المحرمي. تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما المركز الثاني يأتي العوادي سعيد بن راشد بن سعيد العوادي الخاطري على ظهر الوادي ينادي بالانتصار. حل وصيفا للناموس وحل وصيفا بالمركز الثاني. هنا كذلك سعيد بن راشد العوادي واخوانه وهذه الفرحة الكبيرة بالتتويج كذلك بهذا الدرع الفضي المقدم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. شكرا كذلك نادي دبي لسباقات الأجن. موعد مع الانتصارات في مهرجان سيدي ولي عهد دبي. هنا فرحة كذلك غامرة وفرحة بالانتصار والناموس مشكور يا العوادي. بينما المشاهدين الكرام هنا فرحة وانتصار. بينما مشاهدين الكرام السيف الذهبي سيف مهرجان سيدي ولي عهد دبي لماراثون اليوم الوطني أتى من نصيب عيسى بن ناصر بن محمد الغفلي على ظهر الأطام. تهانينا والناموس وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار. هنا كذلك لحظة التتويج لحظة الانتصار. وهنا كذلك راشد بن سعيد بن راشد بن قدير مالك الأطام حيث انتزع الناموس. هنا الفوز بالسيف الذهبي في هذا التقليد الحي والمباشر والتقليد المميز كذلك بتتويج الفائزين من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. فوز وناموس وانتصار وفرحة كذلك من عيسى بن ناصر الأغفلي كذلك راشد بن سعيد بن راشد بن قدير مالك الأطام فرحين بما قدموه في ميدان السباق وفي هذه المشاركة القوية المشاركة الفعالة في ميدان السباق. شكرا. صورة جماعية الآن للفائزين الثلاثة مشاهدين الكرام مع مدير مركز حمدان بن محمد إحياء التراث. هذه الصورة من خلال هذه اللحظات. نصل إلى الختام مشاهدين الكرام إلى ختام هذا اليوم وهذا المهرجان. شكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة في هذا المهرجان اليوم الوطني عبر دبي ريسينج. شكرا نادي دبي لسباقات الأجن. شكرا مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ما قدمه لهذه الرياضة العربية الأصيلة. شكرا لكم مشاهدين الكرام. دمتم بألف صحة وخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.